Hezky. Thank you.
Apa? Kalau jasa. Tapi keren. Kalau jasa. Thank you.
Thank you.
الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحمد الكريم، دعوني باسمكم جميعا أوجه تحية عز وكبرياء إلى رمز مسيرتنا وثورتنا الماجدة الخالدة، إلى القائد الرمز أبو عمار. واسمحوا لي أيها الحفل الكريم أن أوجه تحية إلى أهلنا الصامدين في مخيمات الشتات في بقاع الأرض الواسعة، وأن أوجه تحية عز وكبرياء إلى الشهداء، إلى الجرحى، إلى المعتقلين من أبناء شعب الباسل. أيها الإخوة، يمثل الخروج القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من وطنه الأم فلسطين نقطة تحول بارزة في حياة هذا الشعب البطل. فمنذ الخروج وقبله بدأ الدم الفلسطيني يعطر الأرض ويخطبها، وبدأت المجازر تتوالى عليه في أرض الوطن وعلى سياجه. وإن كانت هذه المجازر وسيلة لقمع هذا الشعب وإبادته، فقد اتخذ منها شعبنا البطل شعب فلسطين وسيلة لتأكيد بقائه واستمراره على وفي خارطة هذا الكون الواسع. بل إن هذه المجازر قد جسدت إرادة فلسطينية متميزة وحالة ثورية نادرة، وقوت جسور العلاقة بين الدم المذبوح والأرض المسلوبة، ووشجت عقدة الالتحام والتوحد الأبدي بين الدم المسفوك ظلما وقهرا والوطن المغتصب عدوانا ونهبا. إن هذه الحالة قد أوجدها قوافل الشهداء والجرحى الذين رسموا بدمائهم خارطة الوطن بكل معالمها الطبيعية والبشرية. أيها الحفل الكريم، إننا بعد كل مجزرة وبعد كل مذبحة كنا نقول: إنا هنا العلم الفلسطيني، من أعناقنا شجر يطل. قالوا تركنا خندقا والأرض كل الأرض صارت خندقا، والنهر أصبح راية والشمس قنبلة ونجمتنا رصاصة. إنا حشونا البندقية من عناقيد الخليل ومن عناقيد الجليل. إنا حفرنا في جذوع التين والزيتون آلاف الخنادق. إنا نحتنا من ضفائر كل امرأة على أكتافها تجري الجداول كل آلاف البنادق. إن التراب، إننا عسل التراب، وإننا القمر الفلسطيني يسطع فوق ألسنة الحرائق. ومع السلام الوطني الفلسطيني لفرقة معهد الموسيقى الأستاذ إبراهيم النجار، فليتفضل. الإخوة والأخوات، إن مجزرة صبرا وسجيلا في أرض لبنان العربية التي اتخذ منها أبطال الثورة الفلسطينية نافذة لمحاربة المغتصب المحتل ونافذة للإفضال على الوطن السليم. هذه المجازر التي اقترفت بحق الشعب الفلسطيني المشرد
من أرضه ووطنه تكشف عن البعد الحقيقي لشخصية الإنسان الفلسطيني، وهي شخصية لن يغير قسماتها الخالدة الذبح، ولن يفني عزمها المتواصل القتل، ولن يجتث جذورها الطالبة في التاريخ القهر. فمجزرة صبرا وشكيلة جاءت كرد واضح على حقيقة الاستبسال والصمود والتحدي التي أوجدها الفلسطيني، والتي قلما تتكرر في ذلك الزمن العربي الرديء. جاءت لكشف وتعرية لمواقف المتفرجين والجيران المتكادمين، وأفردت الإنسان الفلسطيني إنسانا مستهدفا بعد أن استهدفت أرضه وابتلعت. ولكن النفس الفلسطينية الممتدة ثورة ونضالا وكفاحا من الزمن الغابر إلى يومنا هذا، لن تستطيع آلاف المجازر والمذابح أن تطفئ لهيبها الجارح وغضبها الشديد. وقوة هذه النفس تأتيها من تمسكها بحقها وقناعتها الراسخة بضرورة نيل هذا الحلم المتمثل في العودة وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومع آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأخ الشيخ ياسر الكلولي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
مسبحة أقول لنا حلم واحد أن يمر الهواء صديقا وينشر رائحة القهوة العربية فوق التلال المحيطة بالصيد والغرباء ومع دقيقة صمت لأرواح شهدائنا الأبرار وقراءة الفاتحة. يا فراسة يا أخت نفس سجوني كما شئت قبل حنيني وبعد حنيني ولكن كنوني أخا لجناحك يبقى جنوني معي سافيا يا فراسة يا أخت نفسك لا تتركني لما سقم العاقلون لي من سلامي فلا تتركني والكلمة كلمة اللجنة التحضيرية للأستاذ عضو المجلس الوطني الفلسطيني الأخ المناضل ولي العوض بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ العزيز عماد الفالوجي ممثل فخامة الرئيس، الإخوة رجال الدين الأفاضل، الإخوة ممثلي القوى والأحزاب السياسية، الإخوة ممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية، الأخوات والإخوة الحضور، في مثل هذه الأيام قبل 17 عاماً اتشحت مخيمات وقرى ومدن شعبنا بالسواد بعد أن تسلل القتلة المجرمون إلى أشقة مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان وعملوا على ارتكاب أبشع مجزرة عرفها التاريخ الحديث لتضاف إلى قائمة المجازر التي تعرض لها شعبنا على أيدي العصابات الصهيونية وأعوانها. ففي تلك الليالي الأيلولية من أيام الشموخ في بيروت وبعد صمود دام 3 شهور خرجت قوات الثورة الفلسطينية لتبدأ رحلة العودة للوطن بينما كان الصهاينة يخططون في الظلام للانتقام من ذاك الصمود بذبح الشيوخ والنساء وتقطيع أوصال الأطفال وكم من طفل دفن دون رأس ولكن كم من طفل من أبناء المخيمات شعبنا في جباليا والشاطئ اكتحلت عيناه بتلك الصور الرهيبة للمجرى التي اقشعرت لها الأبدان في كل مكان من بقاع العالم لتفجر انتفاضة عملاقة في وجه الاحتلال الصهيوني المتنقرس. إخوتي أخواتي الكرام، وحتى تبقى ملحمة الصمود في بيروت ماكلة في الأذهان وحتى لا تغيب عن بال أحد سواطير الأعداء وسكاكينهم الثائرة في بطون أمهاتنا وحتى تبقى صور جرافات الاحتلال في أذهاننا كما هي على حقيقتها التي عرفناها في المجرى تخلط أشلاء الضحايا بحطام المنازل لتخفي معالم الجريمة. لأجل ذلك بادرت جمعية الأخوة الفلسطينية اللبنانية وعلى درب الوفاء لكل الشهداء وشهداء صبرا وشاتيلا بالدعوة لإحياء هذه الذكرى. وقد استقبلت اللجنة الشعبية في مخيم الشاطئ هذه المبادرة بكل ترحيب بل واحتضنتها ووفرت لها كل إمكانيات النجاح عبر دائرة شؤون اللاجئين وبدعم من فخامة الرئيس أبو عمار كما شاركت بها كل الفصائل الوطنية والإسلامية مفتية كل الحرص لإنجاح هذه المبادرة بالإضافة للإخوة رواد العمل الفني الذين تفانوا
في سبيل إحياء هذه الذكرى الأليمة، وانخرطوا بشكل جماعي باللجنة التحضيرية لإحياء الذكرى. وبحضوركم اليوم نجسد بكل معنى الكلمة وفاء شعبنا البطل لشهداء صبرا وجليلا، وكل الشهداء الذين سقطوا من أجل العودة ومن أجل قدس الأقداس عاصمة لدولتنا الفلسطينية المستقلة. الإخوة الحضور، تزامنت الذكرى هذا العام مع انطلاقة مفاوضات الحل النهائي التي تشمل أهم قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، وفي القلب منها قضية اللاجئين الذين لن تنتهي معاناتهم المستمرة. ومجزرة صبرا وشاتيلا أبرز تجلياتها هذا، بالإضافة إلى المعاناة اليومية التي يعانونها في المنافي والمخيمات، خاصة وأن الحديث عن مشاريع التوطين بدأ يتصاعد مؤخرا من قبل العديد من الدوائر المعادية لحقوق شعبنا. ولذلك ولا بد أولا من الحرص على وحدة قضية اللاجئين بالوطن والشباب، والإصرار على التمسك بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم طبقا للقرار 194، ورفض التوطين والتهجير، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية واستنهاض دورها لتوفير كل الإمكانات اللازمة دفاعا عن قضية اللاجئين وضمان مواصلة الكفاح حتى العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. الأخوات والأخوة الحضور، وبالرغم من فضاعة المجازر ومشاعتها لحق شعبنا، إلا أننا وكما خضنا معارك الدفاع عن حقوقنا بكل شموخ وشراسة، نمد يدنا للسلام العادل الذي يؤمن لشعبنا حقوقه العادلة إسوة لشعوب العالم أجمع، ونناشد كل الضمائر الحية بالوقوف إلى جانب مطالبنا العادلة التي أقرتها الشرعية الدولية. المجد والخلود للشهداء، ومعا وسويا حتى النصر بإذن الله. وشكرا.
في ثورة الطلاب باقون، وفي معادي العمال باقون، في خواتم الخطبة وفي أسرة الأطفال باقون، في الدموع باقون، في الآمال. شعارنا عنيد أنا كالصخور إذا حاولوا عصرها، وقاسٍ أنا كالنسور إذا حاولوا قهرها، وصلب أنا كالجسور إذا أثقلوا ظهرها. يقول السيد المسيحي عليه السلام: إن لم تمت بقيت وحدها، وإن ماتت فإنها تأتي بثمر كبير. إن دماء شهدائنا الأبرار هو زرع لأطفال فلسطين. فأنا وأنت وهو تراب، ومن تراب وإلى تراب، ومع تراب فلسطين إلى الأسد العموم. وخسئ الخاسرون، وخسئ الخاسرون أن يكسروا عنوان من مدرسة البطريركية اللاتينية في غزة، إلى القائد وشعبه، إلى صبر وشاكيلة وسائر مخيماتنا، وإلى أرواح شهدائنا وتنهدات سكناننا وزفرات معذبينا في الأرض. نحن هو الرد، نحن هو الرد. وبعد اليوم فكل يد تمتد على شعبنا تقطع، كل يد تمتد على شعبنا تقطع، كل يد تمتد على شعبنا تقطع.
الدمار